مكان يا مكان، كان في ولد شاطر جدا ومؤدب اسمه معاذ. أقرب أصحاب لمعاذ اسمهم ياسين وبراء. اتفقوا التلاتة مع بعض إنهم يروحوا يذاكروا عند ياسين صاحبهم. معاذ جهز حاجته ونظف أوضته وخرج لمامته علشان يستأذنها قبل ما ينزل، لأنه بيحب مامته وبيحترمها. ماما، أنا اتفقت مع ياسين وبراء إن إحنا هنذاكر عند ياسين في البيت، فبعد إذنك ممكن أروح دلوقتي؟ ممكن طبعا تروح يا معاذ، بس أنت متأكد إن البيت عند ياسين موافقين إن أنت تروح عندهم؟ آه يا ماما ما تقلقيش، أنا لسه مكلمه دلوقتي وقايلي تعالوا يلا. كلمت براء كمان وقالي إن هو جاهز. ماشي يا معاذ، يلا حبيبي انزل، مع السلامة. محتاجة مني حاجة يا ماما قبل ما انزل؟ لا يا حبيبي، عايزة سلامتك. مع السلامة يا ماما. خرج معاذ وبراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبدأ معاذ وبراء يخبطوا على باب البيت بتاع ياسين. هس، ما تخبطش تاني، خلاص احنا خبطنا 3 مرات. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. يعني المفروض نستأذن 3 مرات بس. ممكن يكون مشغول أو حصل حاجة. صح، ممكن حصل له ظروف ومش عارف يفتح. صح، وما ينفعش حتى نسأله أنت ما فتحت لناش ليه. يلا بينا نروح دلوقتي ونبقى نطمن عليه بعدين. معاذ وبراء سلموا على بعض وكل واحد فيهم دخل بيته. لما معاذ دخل البيت، خير يا معاذ، أنت جيت بسرعة ليه؟ يا ماما، أنا خبطت 3 مرات والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. هو بيتصل حالا اهو يا ماما، هرد عليه بعد إذنك. السلام عليكم، إزيك يا ياسين؟ وعليكم السلام، أنا آسف معرفتش أفتح لكم، تقدروا تيجوا دلوقتي؟ أنت متأكد يا ياسين إن إحنا نقدر نيجي دلوقتي؟ لو عندك حاجة مش مشكلة، إحنا ممكن منجيش. لا تعالوا يلا، أنا مستنيكم. ومعاذ أصحابي نزل وسلم على مامته وراح قابل براء وخبطه تاني على بيت ياسين، وعلى طول ياسين فتح لهم. وعايزة أقول لكم يا أصحابي إنهم ذكروا والتلاتة جابوا الدرجات النهائية في كل الامتحانات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة اسمها ليندا. وفي يوم من الأيام سارة صاحبة ليندا كلمتها، قالت لها يا ليندا، أنا كنت بشتري ترابيزة لماما، مفاجأة لأن الترابيزة بتاعتنا اتكسرت، وبعد ما اشتريتها لقيتها تقيلة. تقدري تيجي تساعديني؟ قالت لها طبعا أقدر أجي، بس لازم أستأذن ماما الأول، فهروح أستأذن ماما، ولو ماما وافقت هجيلك على طول إن شاء الله. وفعلا ليندا خرجت علشان تستأذن مامتها إذا ينفع تروح تساعد سارة ولا لا. فخرجت لمامتها وقالت لها اللي يا حصل. ماما، سارة كلمتني وقالت لي إن هي كانت بتشتري ترابيزة لمامتها، ولكن بعد لما اشترتها لقت إن الترابيزة تقيلة قوي عليها. بعد إذنك يا ماما ممكن أروح أساعدها؟ مامتها قالت لها بصي يا ليندا، لو أنتي قادرة وحاسه ان انت صحتك كويسه طبعا تقدري تنزلي وتساعديها، لكن لو انت حاسه ان انت تعبانه ومش هتقدري ما تجيش على نفسك ابدا، ساعتها هنكلمها ونعتذر منها ونبعت لها حد يساعدها. يا ماما، انا حاسه ان انا هقدر اساعدها، وحاسه ان انا الحمد لله صحتي كويسه، كمان انا مش مشغوله خالص وخلصت كل الواجبات اللي عليا، كل المذاكره الحمد لله خلصتها. مامتها قالت لها خلاص اتفضلي يا ليندا انزلي، ولو احتاجتي اي حاجه كلميني وهجيلك على طول. وقعدت تدعي لها ربنا يحفظك يا ليندا ويسترها معاكي ويخليكي ليا ويبارك فيكي ويحميكي. اول لما شافت صاحبتها ساره قعدت تضحك، وما كانتش قادره تبطل ضحك من منظر ساره وهي واقفه في الشارع بالترابيزه. اليوم كان حلو قوي، ومن حلاوته ما حسوش بالوقت خالص ووصلوا البيت بسرعه. لما دخلوا البيت مامة سارة شافت الترابيزة عجبتها جدا جدا، وسألت سارة هو انت جبتيها ازاي؟ فسارة حكت لها اللي حصل وقالت لها يا ماما، انا كنت في المحل بشتريها، وبصراحة كنت فاكراها خفيفة قوي
ولكن بعد ما اشتريتها لقيتها تقيلة جدا وما كنتش عارفة اشيلها لوحدي، فكلمت ليندا وليندا كتر خيرها جاتلي على طول وساعدتني طول الطريق. قالت لهم والله تسلم ايديكو، الترابيزة حلوة جدا ولايقة مع الكنبة ولايقة مع الصالة، وانتي يا ليندا لازم تقعدي تتعشي معانا. فليندا قالت لها يا طنط والله انا مش هقدر خالص، انا ما قلتش لماما اني هتأخر، كده ممكن ماما تزعل مني. فماما سارة قالت لها ما تقلقيش، انا هكلمها واستأذنها وان شاء الله هتوافق. وفعلا ماما سارة كلمت ماما ليندا واستأذنتها ان سارة تقعد تاكل معاهم، وماما ليندا وافقت. جابت لهم العشاء وقعدوا ياكلوا مع بعض وقضوا وقت جميل جدا، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كان يا مكان، كان في ولد شاطر جدا اسمه سليم، وسليم مامته كانت تعبانة بقالها 3 أيام، فقرر ان هو ينظف البيت لان البيت اصبح وحش جدا. بدأ يلم الاول الهدوم اللي مش نظيفة اللي في اوضته علشان يوديها تتغسل. اخد الهدوم كلها وحطها في الغسالة، شغل الغسالة، وبعدين جاب كيس وبدأ يلم الحاجات اللي في الارض. لم كل حاجة في الارض وحطها في الكيس وراح علشان يرميها في الباسكت. رماها في الباسكت وبعدين اخد المقشة وراح علشان يكنس اوضته. كنس الأوضة كويس جدا وبعدين جاب المساحة وبدأ يمسح الأوضة. مسح الأوضة ونظفها كويس جدا. يا سلام الأوضة بقت نظيفة والله يا سليم. خرج الصالة، كان في غسيل كتير قوي على الكنبة، بدأ يطبق كل الغسيل. وبعدين أخد الغسيل علشان يحطه في الدواليب، حط كل حاجة مكانها. وبعدين خرج الصالة علشان يلم الحاجات اللي في الأرض، جاب كيس وبدأ يلم كل الحاجات اللي موجودة في الأرض، ولما خلص حط الكيس في الباسكت. رجع تاني الصالة علشان يروقها. خرج الصالة وبدأ يحط الجزم مكانها والحاجات كلها في مكانها، وبعدين جاب المقشة وقعد يكنس هنا ويكنس، وجاب المساحة وقعد يمسح هنا ويمسح هنا، وخلى الصالة زي الفل. تسلم ايدك والله يا سليم. دخل المطبخ وجاب كيس وقعد يلم الحاجات اللي كان فيه. تفاحتين هو اكلهم بالليل وسابهم على الترابيزة، فقعد يقول ياه يا ريتني كنت حطيتهم على طول في الباسكت بدل ما هم طول الليل كانوا هنا. ان شاء الله المرة الجاية مش هسيب التفاح كده ابدا، واول ما خلصه هرميه على طول في الباسكت. رمى كل حاجة في الباسكت وبعدين قعد يروق المطبخ، نظف الأرض ونظف الترابيزة، وبعدين غسل المواعين، وكان تعب جدا ولكن الغسيل كان خلص، فأخذ الغسيل علشان يروح ينشره. نشر كل الغسيل وبعدين أخذ الزبالة اللي هو جمعها النهاردة ونزل علشان يرميها في الباسكت اللي في الشارع. حط كل الزبالة في الباسكت وبعدين دخل السوبر ماركت علشان يشتري طلبات البيت، جاب طلبات البيت وحط كل حاجة مكانها. وبعدين افتكر الحمام، الحمام كان مش نظيف خالص، فدخل علشان يشوف إذا كان هيقدر ينظف الحمام ولا لا. سليم كان تعبان جدا، الحمام كان محتاج مجهود كبير قوي وسليم ما كانش قادر، فقرر ان هو مش هيعمل الحمام النهاردة لان صحته اهم من اي حاجة، وقال ان شاء الله بكرة اول لما اصحى هنضف الحمام. واستغرب جدا ازاي مامته بتعمل كل ده كل يوم، وقرر ان هو هيساعد مامته كل يوم علشان المجهود ده كتير قوي قوي على مامته. بعدين قال انا عايز اعمل لماما عصير، فخرج علشان يروح يعمل لمامته عصير ليمون. كان تعبان جدا ولكن وقف وعمل العصير وجاب الخلاط وعصر الليمون وجهز العصير بشكل جميل وراح لمامته علشان يفرحها.
مامته لما شافته جايب لها عصير شكرته جدا وقالت له يا سليم انت تعبت نفسك قوي. قال لها يا ماما انا مش بس عملت العصير، انا كمان نظفت كل البيت، نظفت قطي ونظفت الصالة وغسلت المواعين كنست ومسحت وغسلت الهدوم ونشرت الغسيل وجبت طلبات البيت ورميت الزبالة. وانت بصراحة يا ماما بتتعبي قوي قوي، وان شاء الله هساعدك كل يوم لان احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض. مامته قعدت تدعيله ربنا يحفظك يا سليم ويبارك فيك ويخليك ليا. وبعد يومين يا أصحابي مامته بقت كويسة، ولما شافت البيت انبهرت وقالت له جزاك الله خيرا يا سليم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. كان يا مكان كان في بنوتة جميلة شطورة وعسولة حلوة وأمورة وكان اسمها سدن. وفي يوم من الأيام سدن كان عندها امتحان، كانت قلقانة وخايفة من الامتحان برغم إنها ذاكرت كويس قوي، فخرجت لمامتها علشان تقول لها قد إيه هي خايفة وتفضفض معاها. ماما أنا ذاكرت كويس قوي بس بجد لسه خايفة ومش عارفة هعمل إيه بكرة، حاسة إن كل حاجة ذاكرتها نسياها. بصي يا سدن أنا عارفة إن أنتي عملتي اللي عليكي وطول السنة بجد كنت بتذاكري، ربنا مش هيضيع تعبك أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وانتي ذاكرتي وعملتي اللي عليكي. وعايزة أقولك حاجة كمان، حتى لو غلطتي بكرة في الامتحان كل الناس بتغلط وعادي إن احنا نغلط، المهم نحاول ما نكررش أغلطنا. كلامك بيريحني قوي يا ماما، شكرا انك في حياتي. انا هدخل انام وريح جسمي علشان بكره اكون فايقه وانا بحل في الامتحان. مامتها قعدت تدعي لها ربنا يوفقها ويبارك فيها ويحفظها. سدن دخلت علشان تنام، ولما نامت قالت دعاء النوم بسمك اللهم اموت واحيا. ولما صحيت قالت دعاء الصحيان الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. لما صحت سدن من النوم جهزت شنطتها وجهزت حاجتها ونزلت على المدرسة، قابلت صحبتها وسلمت عليهم ودخلوا الفصل على طول. كلام مامة سدن كان مطمنها قوي، ولما الامتحان بدأ كانت مطمنة ومرتاحة. خلصوا الامتحان سدن وصحبتها قعدوا يراجعوا الامتحان مع بعض، ولكن سدن اكتشفت ان عندها غلطة، بس على طول افتكرت كلام مامتها امبارح وهي بتقول لها انه عادي ان احنا نغلط وكل الناس بتغلط، المهم نحاول ما نكررش اغلطنا. فارتاحت وهدت وكملت يومها عادي، سلمت على اصحابها وكل واحدة فيهم روحت بيتها. بس سدن جه في بالها فكرة جميلة، قررت ان هي تعدي على محل ورد وتشتري لمامتها بوكيه ورد جميل. لما روحت البيت اول حاجة عملتها شكرت مامتها وادتها بوكيه الورد. إيه الورد ده ليا؟ ده حلو قوي، تسلم ايدك يا سدن. انا عايزة اقولك انت يا ماما شكرا، شكرا انك دايما بتطمنيني ودايما بتدعميني ودايما واقفة جنبي، اي مشكلة في حياتي انت بتساعديني فيها. حبيبتي يا سدن انت قلبي وروحي وعمري وحياتي، ربنا يخليك ليا ويحفظك. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان كان في ولدين اخوات اسمهم علي وعمر. النهاردة عيد الاضحى، اول لما صحيوا من النوم علي قال لعمر كل سنة وانت طيب يا عمر، يلا بينا نعمل اللي اتفقنا عليه امبارح. وانت طيب وبخير يا علي، يلا نروح لماما نعيد عليها وناخد العادية. وفعلا علي وعمر خرجوا الصالة علشان يعيدوا على مامتهم ويقولوا لها كل سنة وهي طيبة وياخدوا العادية. لما مامتهم شافتهم قالت لهم حبايب ماما كل سنة وانتوا طيبين، صباح الخير، صباح يا ماما، النور يا ماما، كل سنة وانت كل طيبة، كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة. وانتوا طيبين يا روح قلب ماما، اتفضلوا العادية بتاعتكم اهي
وخلوا بالكم على نفسكم، عايزاكم تنبسطوا. مامتهم قعدت تدعي لهم وهم نازلين، ربنا يا رب ينفع بيكم الاسلام والمسلمين. تفتكروا يا اصحابي علي وعمر هيعملوا ايه بالعاديه؟ نزلوا السوبر ماركت اشتروا بلالين وراحوا علشان يوزعوها على الناس في لأن المسجد، لان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. بعد صلاه العيد علي وعمر وزعوا كل البلالين على كل الناس وقالوا للناس كلها كل سنة وانتوا طيبين. البلالين عملت أجواء حلوة قوي والناس كلها كانت مبسوطة وسعيدة. يا عمر ايه رأيك ننظف المسجد؟ طبعا يا علي يلا بينا. علي وعمر وهما بينظفوا المسجد الشيخ كان بينظف معاهم وشكرهم وقال لهم تسلم ايديكم، انتم حقيقي اصدقاء المسجد، كل مرة بتيجوا بتنظفوا المسجد وبتخلوه حلو قوي، شكرا جدا يا علي وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في ولد شاطر ومؤدب جدا اسمه زين، وزين كان بيحب يروح المدرسة. أقرب صاحب لزين اسمه حمزة. زين بيحب يروح المدرسة علشان يتعلم كل يوم حاجات جديدة، وفي يوم من الأيام وزي كل يوم جهز حاجته علشان ينزل المدرسة، وقبل ما ينزل سلم على تيتا وسألها محتاجة أي حاجة يا تيتا قبل ما انزل؟ فتيتا قالت له شكرا يا زين أنا مش محتاجة أي حاجة، أنا بس عايزة سلامتك وعايزاك تاخد بالك من نفسك. فزين قال لها حاضر يا تيتا وسلم عليها ونزل. لما دخل الفصل زي كل يوم سلم على كل زمايله في الفصل، ولكن أخد باله إن حمزة مجاش النهاردة، فقرر إنه يتصل عليه ويطمن ويشوفه مجاش ليه. السلام عليكم، إزيك يا حمزة؟ أنت تأخرت قوي، هو أنت مجيتش ليه لحد دلوقتي؟ فحمزة قال له بصراحة أنا تعبان جدا النهاردة ومش هقدر آجي، بس مش عارف هعمل إيه في الامتحانات الأسبوع اللي جاي، هيفوتني كده حاجات كتير قوي. فزين قال له ما تقلقش خالص، أنا هركز كويس جدا النهاردة وإن شاء الله أي حاجة هتفوتك أنا هذكرها لك بكرة. حمزة قال له شكرا يا زين. زين قال له لا شكر على واجب. ولما المدرسة خلصت زين روح بسرعة علشان يلحق يذاكر علشان يقدر يذاكر لحمزة بكرة. سلم على تيتا وقال لها يا تيتا حمزة مجاش النهاردة، فأنا هدخل بسرعة علشان أذاكر علشان أقدر أذاكر لحمزة بكرة. فتيتا قالت له أنا فخورة بيك جدا يا زين إن أنت بتساعد أصحابك، بس ما تتأخرش في النوم علشان تقدر تبقى صاحي فايق وتقدر تركز في المدرسة. قال لها حاضر يا تيتا مش هتأخر إن شاء الله. زين طلع كتبه وحكته وقعد يذاكر ويذاكر ويذاكر، ذاكر كتير جدا وعمل ملخصات لحمزة، ولما خلص مذاكرة نظف المكتب ونظف أوضته ودخل علشان ينام ننة. وقبل ما ينام قال دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، ونام ننة. ولما صحى من النوم جهز حاجته ونزل علشان يقابل حمزة. سلم على تيتا بسرعة وتأكد ان هي مش محتاجة اي حاجة ونزل المدرسة، كان متحمس جدا. سلم على كل زمايله في الفصل وفجأة حمزة دخل عليه، فزين اداله كل حاجة هو خلصها له مبارح وقعد يذاكر له، مش بس كان بيذاكر لحمزة كان بيذاكر لكل زمايله في الفصل، كلهم جابوا درجات حلوة وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الفضائل أفضل؟ فقال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي له دينا أو تطعمه خبزا. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. صغيرة أمورة وعسولة حلوة وشطورة وكان اسمها فريدة، وفريدة كانت بتحب ماما وبابا وبتسمع كلامهم،
وفي يوم من الأيام فريدة كانت عايزة تنزل النادي مع أصحابها، فخرجت لمامتها وقالت لها: يا ماما لو سمحت ممكن أنزل النادي ألعب مع أصحابي شوية؟ مامتها قالت لها: طبعا يا فريدة تقدري تنزلي، بس لو سمحت ما تتأخريش. فريدة قالت لها: حاضر يا ماما، إن شاء الله مش هتأخر أبدا وهطمنك علي أول بأول. فمامتها وقفت وقعدت تدعي لها: يا رب يرضى عنك يا فريدة يا بنتي يا رب. فريدة نزلت النادي، وهي ماشية في النادي قابلت صاحبتها مليكة، سلموا على بعض ووقفوا يتكلموا ويضحكوا ويهزروا مع بعض. وهم واقفين بيتكلموا دخلت عليهم صاحبتهم مريم، سلموا عليها كلهم وقعدوا كلهم يضحكوا ويهزروا ويتكلموا مع بعض، وكانوا كمان بيتكلموا عن الأجازة لأن الأجازة قربت وهم عايزين يستغلوا الأجازة كويس جدا علشان ما يبقاش وقت ضايع. وفجأة مليكة أخذت فريدة من إيديها وقالت لها: أنا عايز أكلمك في حاجة سر. فريدة فورا أخذت بالها إن مريم زعلت إن هم بعدوا عنها، وقالت لمليكة: ما كانش ينفع أبدا تشديني ونتكلم مع بعض في حاجة من غير ما مريم تكون واقفة جنبنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. يعني لو إحنا ثلاثة ما ينفعش اثنين يقفوا يتكلموا مع بعض ويسيبوا صاحبهم الثالث، لأن دي حاجة هتزعله. مليكة لما أخذت بالها رجعت فورا علشان تصالح مريم، وقالت لها: أنا ما كنتش أقصد، أنا عاملالك حفلة عيد ميلاد وكنت عايزة عاملها لك مفاجأة. فمريم فرحت وقالت لها: خلاص أنا مش زعلانة، بس المفاجأة كده راحت عليا. مليكة قالت لها: لأ، أنا كلمت مامتك وباباكي وكلمت مامة فريدة وباباها واستأذنتهم علشان أخدكم معايا البيت، علشان أنا عاملالك حفلة كبيرة جدا في البيت. وفعلا بابا مليكة عد عليهم وأخدهم علشان يوصلهم عند بيت مليكة. وصلوا عند بيت مليكة ونزلوا هما التلاتة وخبطوا على البيت. مامة مليكة فتحت لهم وكانوا جايبين لها هدايا كتير وعاملين لها حفلة كبيرة، وقضوا وقت جميل جدا مع بعض. وما تنسوش يا أصحابي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. اوعوا اتنين يتكلموا من غير صح. السلام عليكم، النهاردة إن شاء الله هنحكي حكاية خديجة الشطورة. كان يا مكان كان فيه بنوتة صغيرة شطورة وأمورة حلوة وعسولة، وكان اسمها خديجة. وخديجة كانت بتحب ماما وبابا وبتسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام خديجة كانت نازلة المدرسة، خرجت الصالة علشان تسلم على مامتها قبل ما تروح المدرسة، وقالت لها: يا ماما أنا نازلة المدرسة، أنا جهزت حاجتي ونازلة. مامتها قعدت تدعي لها ربنا يوفقها وإن شاء الله تطلع من الأوائل. خديجة نزلت المدرسة وكان عندها اتنين صاحبتها، واحدة اسمها عنبة وواحدة اسمها زيتونة. لما نزلت المدرسة قابلت عنبة وزيتونة وسلموا على بعض التلاتة ووقفوا يتكلموا مع بعض. وهم واقفين بيتكلموا مع بعض دخل عليهم واحدة زميلتهم. زميلتهم دي كانت بنوتة مجتهدة، ولكن كانت بتحب دايما تقعد لوحدها، ولأنها كانت بتقعد لوحدها كانت بتصعب على خديجة، فكانت دايما بتروح تقعد معاها. خديجة راحت علشان تقف وتسلم عليها وتتكلم معاها، وفجأة عنبة وزيتونة قعدوا يتكلموا وكانوا فاكرين إن صوتهم هادي، ولكن صوتهم كان عالي. فعنبة قالت لزيتونة: شايفة البنت دي عاملة إزاي؟ تخينة جدا ولبسها غريب. فخديجة والبنوتة سمعوا، وخديجة اتصدمت والبنوتة زعلت جدا،
وحتى إنها دمعت ولكن مسحت دموعها بسرعة علشان محدش يشوفها. خديجة أخدت بالها إن البنوتة زعلت وأخدت بالها إن البنوتة دمعت. التلاتة دخلوا الفصل، زيتونة دخلت وبعدين خديجة وبعدين عنبة، ولكن خديجة كانت زعلانة جدا وكان باين عليها الزعل. فعنبة وزيتونة قعدوا يسألوه: انت مالك يا خديجة، زعلانة ليه؟ فخديجة قالت لهم: ما كانش ينفع أبدا اللي انتوا عملتوه النهاردة. انتوا النهاردة وانتوا بتتكلموا على زميلتنا صوتكم كان عالي وهي سمعتكم وزعلت جدا. فعنبة وزيتونة زعلوا جدا. وبعدين خديجة كملت كلامها وقالت لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الكلمة الطيبة صدقة، وقال لنا كمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. يعني المفروض يا إما نقول كلمة كويسة يا إما نسكت خالص. المدرس دخل عليهم وسمع جزء من حوار خديجة وفهم الموضوع، فقال لهم: أنا شايف إن أنتوا المفروض تكلموها وتروحوا تصلحوها في بيتها. فأنتوا ممكن دلوقتي تكلموا أهليكم وتستأذنوهم إذا ينفع تروحوا تعدوا على زميلتكم علشان تصلحوها. خديجة وعنبة وزيتونة حسوا إن دي فكرة كويسة جدا، واتصلوا على أهليهم وحكوا لهم الحكاية باختصار واستأذنوهم إذا ينفع يعدوا على زميلتهم، وكمان كلموا مامة البنوتة واستأذنوها إذا ينفع يعدوا عليها النهاردة علشان يعتذروا من زميلتهم. وفعلا أهليهم عدوا عليهم وأخدوهم بالعربية، ولما ركبوا العربية أهليهم قالوا لهم: إيه رأيكم تعدوا على محل تشتروا لها هدايا جميلة، جايز الهدايا دي تخفف عنها حزنها. فعنبة وزيتونة وخديجة فرحوا جدا بالفكرة دي وعدوا على أكتر محل بيحبوه علشان يشتروا لها أكتر هدايا هم بيحبوها. لما وصلوا المحل نزلوا التلاتة زيتونة وعنبة وخديجة، دخلوا المحل وجابوا أحلى تلات هدايا. كانوا لسه زعلانين وخايفين جدا إن زميلتهم ما تسامحهمش، كانوا بيفكروا يقولوا لها إيه علشان تقدر تسامحهم، ولكن كانوا مش عارفين يقولوا إيه. وصلوا البيت وكانوا خايفين جدا، كانوا خايفين من رد فعلها. خبطوا على البيت ومامة البنوتة فتحت لهم واستقبلتهم استقبال كويس جدا. عنبة دخلت وزيتونة دخلت وخديجة دخلت، وكان باين عليهم الزعل. مامة البنوتة ندهت عليها وقالت لها: تعالي علشان صحباتك هنا. البنوتة خرجت وكانت زعلانة جدا. عنبة وزيتونة بدأوا يتكلموا وقالوا لها: احنا اسفين جدا، احنا عارفين ان كلامنا زعلك، واحنا ندمانين جدا ان احنا قلنا كده، ونوعدك ان احنا مش هنقول كده عليكي ولا على اي حد تاني، وكمان حقك تزعلي وحقك ما تسامحيناش، بس احنا بنتمنى ان انتي تسامحينا. لما البنوتة سمعت الكلام ده ضحكت. هما كانوا مش فاهمين ومش متخيلين ان هي هتسامحهم بالسرعة دي، ولكن البنوتة دي كان قلبها ابيض وطيبة جدا وسمحتهم بسهولة. فرحوا كلهم وتصالحوا كلهم. وعايزة اقول لكم يا اصحابي ان البنوتة دي بقت اقرب صاحبة ليهم كلهم، وبقوا على طول يقعدوا مع بعض وعلى طول يخرجوا مع بعض. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وخديجة يا أصحابي عايزة تفكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت.
لو عايزين قصة باسم ابنكم أو بنتكم ابعتولي على الإيميل اللي عندكم في الديسكريبشن، وأنا إن شاء الله هحاول أعمل قصة عليه، وأشوفكم إن شاء الله في الحدوتة اللي جاية. مهرج 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 معلم 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 قمح 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 سلطعون 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 لحم 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 ديناصور 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 زيتون 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 حبر 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 عسل 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 أميرة 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 تاج 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 غابة 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 قصر 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 رمان 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 ديك 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 كتاب 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 حاسوب 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 كنز 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 خريطة 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 خيط 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 ألف 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 باء 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 تاء 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 فاء 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 جيم 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 حاء 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 خاء 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 دال 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 ذال 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 راء 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 زال 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين عين غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 ها 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 واو 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 يا 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 واحد أصفر واحد أصفر واحد أصفر اثنان أحمر أحمر ثلاثة أخضر أخضر أربعة أزرق أزرق خمسة وردي وردي ستة برتقالي برتقالي سبعة بني بني ثمانية أبيض أبيض تسعة رمادي رمادي عشرة أسود أسود واحد أصفر أصفر اثنان أحمر أحمر ثلاثة أخضر أخضر أربعة أزرق أزرق خمسة وردي وردي ستة برتقالي برتقالي سبعة بني بني ثمانية أبيض أبيض تسعة رمادي رمادي عشرة أسود 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 مروحة 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 مدفأة 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 ثلاجة 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 مكيف 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 غسالة 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 تلفاز 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 حاسوب 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 باب 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 كرسي 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 ساعة 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 موقد 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 مطبخ 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 بيت 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 أريكة 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 طاولة 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 زهرية 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 حائط 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 نافذة 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 سجادة 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 غرفة 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 حذاء 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 إنسان آلي إنسان آلي إنسان آلي حشرة 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 فستان 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 حوض 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 ثعبان 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 جسر 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 خائف 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 حليب 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 سيارة 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 أميرة 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 غاضب 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 زيت 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 طفل 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 دب 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 هلال 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 عسل عسل عسل
سيارة إطفاء. سيارة إطفاء. سيارة إطفاء. مصباح. 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 أرنب. مصباح. أرنب. أرنب. أرنب.